اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. كما كتشوفوا معنا اسعار الحوت اللي مازال في تصاعد. طبعا الصول اللي داير 90 درهم الكيلو والميرنا على 50 درهم، وطبعا السعر اللي كنا كنعرفوا دابا حاليا كيتراوح بين 12 درهم حتى 15 درهم للكيلوغرام بكل الاسواق الشعبية الخاصة بالحوت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك الله يسترك لي اخويا. مرحبا. واش فيه الحمد لله الله يكرمك الله يسترك لي. مرحبا. مرحبا خويا العزيز. ودابا الحمد لله دابا ما كانت واحد العطلة وكان عطل العطلة ديال نهاية السنة. كيكون الحوت غالي شوية. الناس كيدور برا بحال الشمال بحال الجنوب كيدور الناس كيدور الحوت. كيكون الحوت غالي شويه، اكثر شي ديال الفريتور وهذا الشيء ديال الصوت الكروفيت كيكون غالي شويه. لكن الحمد لله غادي القضيه كتحسن، غادي القضيه كتنقص شويه في الاثمنه. دابا بحال السمبياغه كندير 120 130 درهم. دابا الحمد لله دابا دولة ديال 60 70 كان الاثمنه كان مزيانه. بحال الصوت هذا بوكلي كندير 130 درهم 120 درهم. دابا ولا الاثمنه شويه ولا ديال 90 درهم 85. كاين الكروفيت، الكروفيت هو حاجة مزيانة، العجو الثمن ديالو الحمد لله كانت القضية كان بخير شوية. نعم. لا السردين ما يستاهلش هاك الأثمنة. السردين بينه وبينك أنا ما يستاهلش هاك الأثمنة. السردين آخر ما آخر ما كاين باش الإنسان باش ياخذ 300 ولا حتى ب 13 درهم غالي. لأن السردين هو ديال الدرويش. والدرويش غادي ياكل قليلة 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 غياكل واحد جوج كيلو. واش كيلو ب 30 درهم على شحال باش خدام؟ والسمك خدام 2500 درهم بشحال؟ ياكل خويا 50 درهم في النهار حوت راه بزاف عليه. شحال السعر ديال السردين؟ السردين ماكسيموم كاع إلا غلا إلا غلا إلا غلا خصو يدير 5 6 دراهم. 5 6 دراهم بالنسبة للمواطن باش ياكل، لأن عندنا الطبقة الشعبية عندنا حنا شوية ضعيفة. ما عندناش شي طبقة اللي زعما اللي غادا تكون خدامة بالأورو ولا خدام بالدولار جاي. راه الدرهم الله ان شاء الله بارك شي بركه قليله كاينه فيها. هذاك الشيء اللي كاين. بالنسبه للاسماك هذه الله يكون في العون كاين بزاف كاين دابا الحوت الحر طاح شويه. الحوت الحر طاح شويه. بالنسبه للسردي ولا الانشوبه ولا الشيران ولا الكابيله ولا شيء غيتكيسوا على الناس شي شويه. لكن واحد الطبقه الله يكون في العون فيها. واخا رايك شنو السردي اللي مثلا يتعطى 5 درهم؟ خويا مصحب الشوايه. دابا راه الشوايه ولا طالعين الدنيا بالشوايه. مطليه. كل شيء ولا دابا الشوايه كتلقى فيها دابا اربعه السردين كتلقاهم دايره 15 درهم. عرفتي بشحال الكيلو اربعه السردين 15 درهم ولا خمسه السردين 15 درهم؟ راه بحال ديتي ب 40 درهم الكيلو. راه صاحب الشوايه تما مغلين السردين كيلو كامل ما عطا الله ناخذو. صاحب الشوايه السردين تما ودابا الشوايه شويه مطليين. اي واحد كاين في الشوايه كاين موجود تما كاين. ولا الشوايه كاينه موجوده الشوايه دابا السردين. والاخبار مرتبط دابا الحوت موجود واخا كاين الاثمنه شويه كيمشي الاثمنه اللي كانت كما كانت. دابا الحوت مرفق واحد شويه الحمد لله. الحوت مرفق. شنو رايك في الحوت الستة كاع الحوايج اللي كيتشكاو من الستة؟ لا بس ما كاينش مزيان. غادي تكون واحد الدراسه من جديد عاوتاني. غاتكون واحد الدراسه. بالنسبه حنا اللي كنسموا حنا الحواته غاتكون واحد الدراسه عاوتاني في هاد الاسواق. بالنسبه السوق الجمله السوق ديال الجمله ديال بيع الاسماك وداك الشيء غادي تكون هنا غتكون واحد الدراسه غادي يديروا واحد الحل. ولكن بالنسبه للاداره هما اللي غادي يقولوا هذا الشيء. بالنسبه حنا ما عندناش شي علم عليه. يعني ما عندكمش مشكل مع سوق الجمله ديال السمك؟ لا ما عندناش معاهم شي مشكل. ما عندناش معاهم شي مشكل. كيجيو السلعه فريه وكناخذوا حنا السلعه فريه ما عندناش معاهم شي مشكل. اللي عندنا معاهم مشكل هو هذاك الاكتظاظ والزحام. فهمتيني؟
ولا عندنا واحد مشكل، واحد الارهاق كيوقع لنا لا بالدخول لا بالخروج، ما كنبغي ندخل كنبغي نخرج، كيكون واحد الارهاق عندنا، واحد الزحام، واحد اش نقول لك، ولا اله الا الله محمد رسول الله. كتكرفص كتكرفص، يدير لنا شي حل بالنسبه للمسلمين باش ناخذ السلعه ديالنا ونخرجوها وندخلوها، هذاك ولا خاصهم يدير لنا حل. حنا مكرفسين اكثر، يد فوق مكرفسين، مكرفسين بزاف. شنو هي الرساله اللي كتوجهها لهاد القطاع هذا بالضبط؟ شنو القطاع هذا اخرى تفلو عليه بزاف، هاد القطاع ديال الاسماك تفلو عليه كما سبقت وقلتها، راه كاين البيع والشراء، الحواشه ولا محسوب على ايد العصابع، الحواشه راه له قلال، الحواشه اللي كيعرف الحوش، ما الحواشه ماشي هو البيع والشراء، ماشي عندك جوج الملايين غاتعمر بها الحانوت وكتسمى راك حواشه، انت بيع وشراء ماشي حواشه، الحواشه راه كيعرف شنو هو الحوش، كان الحوت اللي كيهضر كاع الحوت ما كيهضرش، كيعرف هذا مول الكوليسترول ما خصوش ياكل هذا الحوت، هذا مول ما خصوش ياكل الحوت، بحال دابا الانسان كيكون عنده الطونسيون ولا الملحق خصو ما ياكلش الميرنا مالحه، انا خصني نصحك، انا حواس خصني نصحك، نقول لك خذ الميرنا ديال البلاك والميرنا ديال الصويره اللي كتكون مسوسه